أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج أحداث اليوم، والتي نخصصها لزيارة رئيس كوريا الجنوبية موجي إن للقاهرة ولقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته في قصر الاتحادية الرئيس موجي إن رئيس كوريا الجنوبية والسيدة قرينته، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بنظيره الكوري الجنوبي، وذلك في أول زيارة لرئيس كوري جنوبي إلى مصر منذ حوالي 16 عاما. وأوضح المتحدث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين وبالزخم الملحوظ الذي تشهده خلال الفترة الماضية. من جانبه أكد الرئيس الكوري حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات كوريا الجنوبية مع مصر، لا سيما في ظل دورها المحوري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلا عن التعاون في مجال تطوير قطاع السكك الحديدية. كما شهد اللقاء توافق الرؤى بشأن مجمل هذه الموضوعات وفي مقدمتها تطورات الأزمة الليبية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استقرار الأوضاع الداخلية بالأراضي الليبية يمثل أولوية بالنسبة لمصر، ومن ثم مواصلة مساعيها الحثيثة لإجراء الانتخابات الوطنية. كما أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر الدائم لكافة الآليات التي تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية. من جانبه أشاد الرئيس الكوري بجهود مصر الحثيثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وكذلك نشر قيم التعايش والتسامح في المنطقة، وتعزيز جسور الحوار بين الدول الإفريقية والعربية مع مختلف دول العالم.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه تم التوافق خلال المباحثات على أهمية مواصلة آلية التشاور السياسي بين البلدين واللجنة الوزارية المشتركة للتعاون السياسي والاقتصادي والفني برئاسة وزيري الخارجية. أضاف السيد الرئيس أيضا إلى أن المباحثات تطرقت إلى مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنه تم التوافق على التنسيق بين البلدين في مختلف المحافل الدولية. من جانبه أعرب رئيس كوريا الجنوبية مو جي إن عن حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور بين مصر وكوريا الجنوبية في مختلف المجالات، وأيضا التطلع لتطوير وتعزيز العلاقات مع مصر، لا سيما في ظل دورها المحوري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط. كما أكد الرئيس الكوري أنه تم التوافق على تعزيز التعاون مع مصر في مواجهة التغيرات المناخية في ضوء استضافة مصر لقمة المناخ COP27. للمزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف سيادة السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، أرحب بك إذن معنا في هذه الحلقة من أحداث اليوم. أهلا بك يا فندم. دعني أبدأ معك من فكرة أن هذه الزيارة تعتبر أول زيارة لرئيس كوري جنوبي إلى مصر منذ 16 عاما، بالتأكيد لها أبعادها السياسية. سيادة السفير، لو قارنا الزيارة ديت بالزيارة اللي تمت في عام 16 فما في شك أنه الظروف والمعطيات مختلفة تماما، وخاصة أنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان زار في عام 2016 كوريا الجنوبية في ظل أو في إطار جولة في المنطقة. والحقيقة السيد الرئيس من أول ما تولى الرئاسة في نهاية 2014 وكان مدرك تماما أهمية علاقاتنا بدول منطقة شرق آسيا، سواء كانت اليابان أو الصين أو كوريا الجنوبية. ومن هنا يعني بدأت العلاقات تاخد مسار آخر والحياة تدوب فيها. وما حدث خلال السنوات السبع الأخيرة في إطار العلاقات الثنائية خير دليل على أنه علاقات متنامية ووصلت بالفعل لحالة الشراكة الاستراتيجية. نعم. بين الدولتين. ولكن سيادة السفير، يعني ربما كنت أقصد من سؤالي جانب آخر، تعلم أن كوريا الجنوبية دولة ذات ثقل سياسي كبير، وتعلم أيضا ربما من ملاحظاتنا للآونة الأخيرة الزيارات التي يقوم بها الرئيس الكوري الجنوبي ربما قليلة في حد ذاتها، أن يتم عقد هذه الزيارة في الداخل المصري بوجود الرئيس الكوري الجنوبي مو جي إن لها دلالات على أيضا ثقل مصر الإقليمي سيادة السفير في المنطقة العربية. ما فيش شك يا فندم، ده يدل على إدراك وتقدير لمكانة مصر وما حدث من تطور سواء في الوضع الداخلي المصري، وده بيرشح لعلاقات متنامية على المستوى الثنائي، إنما أيضا نمو دور ووزن وتأثير مصر على المسرح الإقليمي وعلى المسرح الدولي. ومن هنا الاهتمام بضرورة تكثيف التشاور مع مصر وتنمية التعاون بين الطرفين في ما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والدولية وفي المحافل الدولية. فما في شك أن هذا بيعكس إدراك واهتمام كوري بضرورة المضي قدما في هذه العلاقات وتنميتها بشكل مستمر. على حسب بيان رئاسة الجمهورية، يعني في مخرجات هذه الزيارة وهذا اللقاء سيادة السفير، ربما كان ينصب على محورين أساسيين، الجانب السياسي من جهة والجانب الاقتصادي. دعني أبدأ معك بالجانب السياسي، كان هناك حديث عن توافق رؤى البلدين في العديد من القضايا، وأيضا في الدور المصري تم الترويج للانتخابات الليبية المقبلة والدور الليبي وما يعني تقوم به مصر لمحاولة الاستقرار السياسي الليبي. كيف تبعت هذا الحديث من هذا الجانب سيادة السفير؟ الوضع في ليبيا مهم جدا بالنسبة لمصر، بيتعلق بالأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، وبالتالي هناك اهتمام بوضع هذا الموضوع على أجندة المباحثات بين الرئيسين، علما بانه لكوريا الجنوبيه استثمارات كثيره ومصالح كثيره في منطقه الشمال الافريقي، في الشرق الاوسط، في منطقه الخليج، حتى في القاره الافريقيه. انا عايز انوه لحاجه مهمه جدا. اتفضل. انه فيما يتعلق بتعاوننا مع الصين، لاول مره بيحدث تعاون ثلاثي بنقل تكنولوجيا انتاج اللقاحات في مصر بالشكل اللي
مش بس يخدم على السوق المحليه انما يسمح بالتصدير للدول الافريقيه. ايضا هذه المره الجانب المصري كان حريص انه يضع على اجنده المباحثات ضروره تكثيف التعاون بين الشركات المصريه والشركات الكوريه بما يحقق دعم الاشقاء في افريقيا في جهودهم لتحقيق التنميه. فهذا مثال اخر للتعاون الثلاثي اللي ربما نشهده خلال الفتره اللي جايه، انما يبدو انه في اهتمام كوري جنوبي بهذا الموضوع. أبعاد هذا الموضوع تحديدا فكرة تصنيع اللقاحات وتصديرها سيادة السفير، والحقيقة الدور المحوري الذي لعبته مصر في المنطقة أثناء تحديدا جائحة كورونا ومساعدتها للأشقاء العرب وأيضا للمجتمع الدولي، إلى أي مدى أو كيف، دعني أسألك، تراه أو يراه الجانب الكوري الجنوبي سيادة السفير؟ مصر مهتمة بتنمية علاقاتها بالدول الأفريقية وهكذا أيضا كوريا الجنوبية، يهمها أنها تنفذ بشكل أكبر وتحقق مصالح أكبر في القارة الأفريقية من خلال التعاون، سواء كان مباشرة مع الدول الأفريقية أو خصوصا مع دولة زي مصر. ما يجمع الدولتين في الوقت الحالي هو التركيز على الوضع الداخلي وعلى عملية التجارة الخارجية والتصدير لأسواق في الخارج وخاصة في القارة الأفريقية. من هنا في مصلحة مشتركة واهتمام مشترك بأنه يتم التعاون وخاصة بين الشركات في الدولتين في مزيد من النفاذ، مزيد من تقديم الدعم للدول الأفريقية، التواجد في القارة الأفريقية، تعزيز التجارة مع الدول الأفريقية، خاصة أنه أصبح في دلوقتي منطقة تجارة حرة تسمح بهذا، سواء تم بشكل ثنائي من جانب مصر أو من جانب كوريا الجنوبية. ما فيش شك أنه إطار التعاون الثلاثي هذا بيضيف ايضا لدبلوماسيه التنميه لكل مصر وكوريا الجنوبيه. كونك تطرقت للجانب الاقتصادي ايضا في مخرجات هذه الزياره بسياده السفير، دعني اسالك هنا، يعني كان الحديث منصب على ان مصر بشكل او باخر اصبحت الان حاضنه للاستثمارات او جاذبه اذا صح القول للاستثمارات من المجتمع الدولي، وكان ذلك ايضا حديث من جانب الرئيس الكوري الجنوبي اليوم. كيف يمكن اذا في سياق هذه الزياره تعزيز الاستثمارات البينيه بين مصر وكوريا الجنوبيه؟ شوف يا فندم، انا استرعى انتباهي التاكيد على استعداد مصر انها تقدم التسهيلات للمستثمرين والشركات الكورية العاملة في مصر، وأحط تحت التسهيلات دي 10 خطوط. إحنا ما بنتعاونش مع أي دولة، إحنا بنتعاون مع دولة مش بس أصبحت دولة من الاقتصاديات الناشئة، إنما من أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم في مجالات على أقل تقدير، مجالات محددة. وبالتالي احنا لينا مصلحه في اننا نعزز العلاقات الاستثماريه بين الطرفين. يجب اننا نقدم تسهيلات للجانب الكوري بالشكل طبعا ان يحقق المبدا اللي اصبح مستقر النهارده، وين وين كوبريشن، تعاون يحقق مصالح الطرفين، انما يجب ان انا اخلق بيئه استثماريه للمستثمر الكوري الجنوبي بالشكل اللي يجعله يعظم من تواجده في مصر ومن نقله للتكنولوجيا ومن التوسع في المشروعات داخل مصر بما يمتد لمجالات أخرى لم تتطرق ليها التعاون بين الدولتين حتى الآن، وإن كان الحقيقة يعني الإطار واسع أصبح النهاردة بقى بيشمل حاجات كتير بما يشمل أيضا التعاون العسكري والأمني. صحيح. في المجال الاقتصادي أيضا تم الحديث سيادة السفير عن ما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة، يعني هذا المصطلح كما أتى تحديدا في بيان رئاسة الجمهورية من مخرجات هذه الزيارة، والاستفادة مما يعني الكفاءات، يعني أقول الكورية الجنوبية في هذا الشأن. كيف يمكن نقل الكفاءات الكورية إلى مصر فيما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، كون أن مصر في الآونة الأخيرة أيضا تعمل بجهد على هذا المحور؟ بص يا فندم، ده يرشح علاقات مصر وكوريا الجنوبية للنمو أكثر فأكثر. اتجهنا مؤخرا لموضوع الرقمنة، رقمنة الدولة، الحكومة، المؤسسات. إنما خليني أقول لك حاجة، انه كوريا الجنوبيه من اكثر الدول اللي فيها صرح تعليمي كبير جدا في عمليه التدريب، في عمليه التاهيل. احنا
احنا هناك الكثير من الخبرات المتراكمه لدى الجانب الكوري اللي يجب اننا ننهل منها. والحكومه واعيه بهذا، السيد الرئيس واعي بهذا ومهتم بانه يدفع في هذا الاتجاه، نستفيد منهم في المجال التعليمي، مجال التدريب، التاهيل بالشكل اللي يرفع من قدرات العامل المصري والشاب المصري ايضا الدارس في الجامعات، وخاصه في المجالات اللي هم متقدمين فيها، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات. هذا هو المقصود باننا نخوض غمار الثوره الصناعيه الرابعه مثل ما فعلت كوريا الجنوبيه ونستفيد من التجربه بتاعتها. خليني قبل ما ننهي الحديث انا عايز بس اشير لحاجه فاتت. كوريا الجنوبيه بتهتم جدا بعلاقاتها مع مصر، ليه؟ لانها بتدين بالعرفان لمصر، لانه في وقت لم نكن قد اقمنا علاقاتنا الدبلوماسيه مع كوريا الجنوبيه، الكلام ده في الستينات من القرن الماضي، ولان احنا كنا استفدنا من الخبره الروسيه في انشاء مجمع الحديد والصلب. كوريا الجنوبيه كانت محتاجه هذه التجربه، ومصر وفرت لها كافه البيانات اللي ساعدتهم في انهم ينشئوا هذا الصرح، مجمع كبير للحديد والصلب في كوريا الجنوبيه، انطلقت منه كوريا الجنوبيه لتحقيق ما كانت تصبو اليه وما وصلت اليه النهارده. فهم بيشعروا بالعرفان لمصر جدا بسبب هذه البذره الكريمه. نعم صحيح. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من تفاصيل ومتابعه. سياده السفير علي الحفني نائب وزير الخارجيه الاسبق، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. وخلال المؤتمر الصحفي ايضا اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبيه تشهد زخما كبيرا خلال الفتره الحاليه، مشددا على اهميه العمل على تفعيل الشراكه التعاونيه الشامله بين البلدين بما يتناسب مع امكانيات وقدرات البلدين ويصب في مصلحه شعبيهما. كما اشار السيد الرئيس الى استعداد مصر لتقديم كافه التسهيلات اللازمه لخلق بيئه استثماريه حاضنه للشركات الكوريه وتشجيع زيادة الاستثمارات الكورية في المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنى الأساسية، مؤكدا سيادته أنه اتفق مع الرئيس الكوري الجنوبي على أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم الرؤى المصرية الهادفة إلى دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة، خاصة مع قرب موعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. هذا وأوضح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سياق الحديث أنه استعرض مع الرئيس الكوري فرص الشراكة التي يمكن أن تتم بين الشركات المصرية العاملة في أفريقيا والشركات الكورية والترويج للاستثمار في أفريقيا وبصفة خاصة في مجال البنى التحتية. هذا وعقد مساء اليوم في القاهرة اجتماع الدائرة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصرية الكورية الجنوبية حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل بحضور الرئيس مو جي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال بين البلدين، وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات. على كل حال المزيد من المتابعة نذهب للزميل أحمد عبد الرازق مراسل إكسترا نيوز. أحمد أرحب بك إذن معنا في هذه الحلقة من أحداث اليوم ومزيد من التفاصيل عن اجتماع دعني أقول الدائرة المستديرة الذي جمع بين رجال الأعمال من البلدين مصر وكوريا الجنوبية، تفضل. شكرا لك نانسي، كل التحية لك ولمشاهدي أكسترا نيوز في كل مكان. بالفعل انتهت منذ قليل فعاليات المائدة المستديرة لمؤتمر رجال الأعمال أو مجلس الأعمال المصري الكوري. بداية هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس كوريا الجنوبية السيد مون جي إن إلى مصر هي الزيارة الأولى منذ 16 عاما، لذلك نعدها زيارة استثنائية، كما نعدها أيضا نقلة نوعية في طبيعة العلاقات بين
البلدين، نظرا لما تضمنته هذه الزيارة من مناقشات وفي موضوعات ربما تتمحور حول فكرة مفهوم الاقتصاد الأخضر واستخدام التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة. خلال هذه المائدة المستديرة بدأ بكلمة افتتاحية رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وأعرب عن تفاؤله بطبيعة العلاقات المصرية الكورية وأنه يتطلع لمزيد من التعاون. وفي كلمته الختامية قال أنه ربما يعني بعد أن استمع لكلمات العديد من رجال الأعمال المصريين والكوريين الذين يمثلون مجتمع الأعمال المصري الكوري، قال أنه رغم أن الكلمات أخذت بعض الوقت أو وقتا طويلا، إلا أنه كان سعيدا بأنه استمع لتطلعات رجال الأعمال من البلدين وأحلامهم لهذين البلدين وللتعاون المشترك بينهما. هناك العديد من الموضوعات طرحت على هذه المائدة، من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة والصحة الحيوية وإعادة تدوير الموارد والنقل صديق البيئة والصناعات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات المستقبلية وتحلية المياه وغيرها من الموضوعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والمستقبل الذي يعتمد بالأساس على التكنولوجيا والطاقة النظيفة. بالفعل كان هناك العديد من الكلمات لرجال أعمال مصريين داخل جمعية رجال الأعمال المصريين ومنتدى رجال الأعمال المصري الكوري، تضمنت هذه الكلمات أحلامهم ومشروعاتهم لمزيد من التعاون بين مصر وكوريا في المجال الاقتصادي في هذه المجالات التي ذكرناها سالفا. هناك بالفعل العديد من المشروعات القائمة، بعضهم طالب بدعم هذه المشروعات، كما اقترح بعضهم أيضا عدد أكبر أو يعني فتح آفاق أكبر ومجالات أكثر في التعاون المشترك بين البلدين. ومن جانبه أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رحب برئيس كوريا الجنوبية وأعرب أيضا عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، لاسيما في مجال الاقتصاد، في ما يخص الاقتصاد الأخضر والمستقبل. ومن خلال الأحاديث التي دارت على هذه المائدة، هناك بالفعل العديد من المشروعات المستقبلية، لا سيما في عام 2022 سوف يتم تنفيذ بعض هذه المشروعات، فضلا عن المشروعات القائمة. بعض رجال الأعمال تحدثوا عن السيارة الكهربائية الكورية، ليس فقط السيارات الصغيرة أو العادية للأفراد، ولكن سيارات أيضا ميكروباص لتحمل الركاب التي يعني نسميها سيرفيس في مصر، تحمل الركاب بين 12 إلى 12 إلى 15 راكب، وهو مشروع يعدونه أو يعده أحد رجال الأعمال مشروعا هاما لإقبال المصريين على هذا النوع من المواصلات. يعني هناك بالفعل العديد من المشروعات التي تم تداولها على هذه في داخل هذه المائدة المستديرة، فضلا عن توقيع بعض اتفاقيات التعاون بالفعل بينهما. يعني كان هذا مجمل ما دار في المائدة المستديرة لمنتدى رجال الأعمال المصري الكوري الذي انتهى منذ قليل بحضور الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي. أعود إليك مرة أخرى نانسي. نعم أحمد عبد الرازق مراسل إكسترا نيوز، أنا بشكرك الحقيقة، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من تفاصيل، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، أحداث اليوم مستمرة مع حضراتكم، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بحضراتكم مجددا، وما زلنا معكم في سياق هذه الحلقة من أحداث اليوم، وما زلنا نتحدث مع حضراتكم عن هذه الزيارة التي قام بها الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن إلى القاهرة ولقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، حيث تم في خضم هذه الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والوثائق بين البلدين. وجاء في مقدمة الاتفاقيات التي تم توقيعها مذكرة تفاهم للقيام بدراسة مشتركة حول جدوى الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون المالي مع صندوق الإنماء الاقتصادي للأعوام من 2022 وحتى 2026 بقيمة مليار دولار. ووقعت حكومتا مصر وكوريا الجنوبية وثيقة ترتيبات بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة 251 مليون دولار.
كما تم توقيع أيضا وثيقة خطابات متبادلة بشأن منحة لا ترد بقيمة 7.9 مليون دولار. المزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. دكتور عبد المنعم أرحب بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. إذن عدد كبير من الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم بين الرئيسين ربما معظمها منصب على الجانب الاقتصادي، كيف تراها، كيف تقيمها، وماذا تتوقع إذن في خضم هذه الاتفاقيات مستقبلا دكتور عبد المنعم؟ اولا هذه الاتفاقيات اكيد هتكون لها اثر ايجابي باذن الله في مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين. العلاقات الاقتصاديه والسياسيه بين مصر وكوريا يمكن ممتده منذ اواخر الستينات واوائل السبعينات، يمكن حجم التجاره والتبادل التجاري بين البلدين يمكن لم يصل الى الحجم هذه العلاقات. احنا بنتكلم على حجم تبادل تجاري 2.3 مليار دولار سنويا، وايضا حجم الاستثمارات الكوريه داخل مصر في حدود 730 مليون دولار، بالاضافه الى 33 شركه فقط هي العامله في المجال من كوريا الجنوبيه في مصر. اعتقد ان هذه الاتفاقيات هو الاساس الخاص بها ان يكون هناك اتفاقيه استراتيجيه واستراتيجيه اقتصاديه متبادله بين الدولتين بشكل كبير جدا، بحيث يكون هناك مزيد من التعاون الاقتصادي. نحن لدينا نموذج نجاح بين مصر وكوريا متمثل في احد الشركات التي لها مصنع داخل بني سويف وهي شركة سامسونج، وبتقوم بالتصدير إلى إفريقيا. النهاردة كوريا الجنوبية بتسعى إلى أن يكون لها نفوذ داخل إفريقيا بشكل كبير، وده هيساعد أن يكون هناك مزيد من التعاون بين مصر وكوريا، خاصة أن مصر لديها اتفاقيات تجارية زي اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة في إفريقيا التي تؤهل مصر التصدير لإفريقيا بدون ضرائب وبدون رسوم جمركية وبدون أي حواجز أو أي رسوم ومصاريف خاصة بعملية التصدير. فبالتالي هذه الاتفاقيات الهدف منها الأساسي زيادة حجم التبادل التجاري، زيادة وجود الاستثمارات الكورية داخل الدولة المصرية، وأيضا أن يكون مصر حب أو منفذ للتصدير لإفريقيا عن طريق من خلال كوريا. ماذا نعني عندما نتحدث عن مذكرة تفاهم بشأن التعاون المالي مع صندوق الإنماء الاقتصادي من 2022 وحتى 2026 دكتور عبد المنعم؟ ده بيعطي مجال للتعاون الاقتصادي، بيعطي مجال لأن يكون هناك تعاون ما بين هذا الصندوق وأيضا ما بين الصندوق المماثل الصندوق السيادي المصري وبعض الجهات والوزارية داخل مصر التي سوف يكون توجه نحو إقامة مشروعات اقتصادية متبادلة يكون الهدف منها مزيد من التعاون وأيضا مزيد من الأرباح والعوائد الاقتصادية. الهدف هو عمل مشروعات مشتركة تهدف أو تخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ما بين مصر وبين كوريا. نعم، أيضا في سياق آخر تم توقيع وثيقة خطابات متبادلة بشأن منحة لا ترد بقيمة 7.9 مليون دولار. يعني هذه المنحة هو تقدير من كوريا إلى مصر ومن العلاقات الاقتصادية الموجودة بيننا وأيضا من النجاحات الموجودة في مصر، هو دعم ومنحة يعني لا ترد زي ما حضرتك تفضلت وقلتي من الجانب الكوري إلى مصر. ولكن الأهم منها اللي أنا أنظر إليه بشكل اقتصادي وبشكل جيد هو مزيد من الاتفاقيات التي تم توقيعها، وأعتقد أن اتفاقية التعاون المشترك اللي هي هدفها أن يكون يتم دراسة جدوى وتكوين مجموعة مشتركة لإبرام اتفاقية وشراكة اقتصادية واستراتيجية، هو ده الأمل أو الذي يجب على مصر أن تلعب عليه، أن يكون هناك توجه نحو توقيع استراتيجية مشتركة واتفاقية تعاون مشترك مع مصر وكوريا كما وقعت مصر من قبل مع الصين وكما نجحت مصر في التوقيع مثل هذه الاتفاقية مع الجانب الفرنسي. عندما نتحدث عن استراتيجيات الدول دكتور عبد المنعم ونقول منحة لا ترد، إلى أي مدى ذلك يعكس أيضا ثقة كوريا الجنوبية في الاقتصاد المصري أو ما سيكون عليه مستقبلا الاقتصاد المصري دكتور عبد المنعم؟ بلا شك أن هناك ثقة كبيرة في من جانب كوريا الجنوبية لمصر، دليلنا على ذلك أن لو لم يكن هناك ثقة ما كان رئيس كوريا الجنوبية، ويمكن هذه الزيارة لم تتم منذ 16 عام،
نحن نتحدث على يعني احد النمو الاسيويه واحد اكبر اقتصاديات على مستوى العالم في توب 20 موجود داخل الدوله المصريه. هناك ثقه فيما تم انجازه على ارض الواقع. المؤسسات الدوليه وصندوق على رأسهم صندوق النقد الدولي البنك الدولي، كل المؤشرات الاقتصاديه بتؤكد ان مصر في مسيره اصلاح اقتصادي متميزه، حققت احد اكبر واهم الأسواق الناشئة في أفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي اليوم كوريا الجنوبية هي التي تسعى إلى فتح علاقات اقتصادية مصرية لكي تستفيد. نحن بعد أزمة فيروس كورونا العالم بدأ يتوجه نحو الكنز الموجود في أفريقيا من خلال أنه يصدر ويزيد من الصادرات، فبالتالي بيفتح أسواق ليه. فأعتقد كان هو اختيار مناسب من الجانب الكوري أن يكون هناك تعاون بينه وبين أكبر دولة أفريقية، خاصة أن هذه الدولة هي مصر تحقق معدل اقتصادي يتجاوز 5% بإذن الله. ما هي استراتيجية التفكير الكوري الجنوبي اقتصاديا دكتور عبد المنعم؟ يعني كما تفضلت بالذكر، هذه الزيارة تأتي بعد 16 عاما لرئيس كوري جنوبي إلى مصر. أسأل هنا عن فكرة جذب الاستثمارات الأجنبية وقدرة مصر الآن على أن تكون بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار الأجنبي. على أي أساس يعني تفكر أو استراتيجية كوريا الجنوبية في الدول التي تقوم فيها بذخ استثماراتها دكتور عبد المنعم؟ الهدف كوريا مثله مثل هدف كثير من الدول، أنها تسعى لفتح أسواق جديدة لديك، زيادة معدلات التشغيل لديها وتقليل معدلات البطالة، زيادة حجم الصادرات الخاصة بها. وده ويمكن احنا لدينا هدف اخر وهو ايضا زيادة معدلات التشغيل، ولكن عندنا هدف اخر ومهم جدا وهو الذي تحدث عنه اسعد فتاح السيسي، هو توطين التكنولوجيا الصناعية سواء كان في منطقة محور قناة السويس او في كثير من المجمعات الصناعية الموجودة في مصر. فاحنا لدينا اهداف مشتركة، هدف كوريا انها تكون تصدر، تزيد من صادراتها، تزيد من تواجدها وتوغلها داخل القارة السمراء وتكتسب يعني المزيد من حجم الصادرات لديها، فبالتالي يكون الناتج الإجمالي في كوريا الجنوبية يزيد، وده الذي تسعى إليه دولة كوريا خاصة بعد أزمة فيروس كورونا. النهارده العالم هيبدأ يتوجه بسلاسل إنتاجية وبإمدادات سلاسل إنتاجية في كثير من الدول. إحنا كوريا الجنوبية نقلت أحد أهم المصانع الخاصة بها من دولة الجزائر إلى دولة المغرب عشان تستفيد بمزيد من التعاون مع دولة المغرب. النهاردة وجود رئيس كوريا وأنه يكون دي آخر زيارة لي في وبعد كده يعود إلى بلادي، النهاردة بيتحدث عن شراكات اقتصادية وفتح ونقل تكنولوجيا ونقل مصانع داخل الناحية المصرية. فأعتقد أن ده هيكون مكسب للدولة الكورية وهذا تسعى ليه، ومكسب أيضا لمصر طبعا تشغيل وزيادة توطين تكنولوجيا متقدمة زي التكنولوجيا الكورية. وصلت الصورة. أنا بشكرك الحقيقة شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من تفاصيل ومتابعة. الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.
في سياق متصل ولكن من جانب آخر، قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية إنها شرفت باستقبال السيدة كيم يونغ سوك قرينة رئيس كوريا الجنوبية. وفي تدوين لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشارت السيدة انتصار السيسي إلى أن اللقاء كان حافلا بالمناقشات الثرية حول دعم الشباب وتمكين المرأة في المجالات كافة، إلى جانب الحديث عن جهود الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدور الكبير الذي يلعبه الشباب في هذا الجانب. وأضافت أن اللقاء تطرق أيضا إلى إجراءات الدولة المصرية في توفير حياة كريمة لكل المصريين عبر سلسلة من المبادرات الحكومية التي تشق الدولة المصرية الطريق بها نحو الجمهورية الجديدة. إذن مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من أحداث اليوم، أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.